لن يستطيع لاعب النصر الشهير كريستيانو رونالدو أن يقوم بالحركة الاستعراضية التي لا طالما اشتهر بها، وذلك بعد أن تفوقت الشابة السعودية عليه في أدائها بشكل أخرجه من المنافسة وجعلها تحتل الصدارة مكانه. لكن الفتاة السعودية لن تخطف الأنظار من رونالدو وحده، وإنما سبق وأخذته من زوجته أيضا بعدما أطلت بمشهد فاجأ الجميع. فما القصة؟ يبدو أن المشهورة السعودية لم تكتفي بتقليد كل إطلالات زوجته جورجينا، فقررت أن تقوم بتقليد الحركة الاستعراضية التي يقوم بها كريستيانو رونالدو خلال احتفالاته بتسجيل الأهداف. فقد ظهرت ريما العنزي المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي والمشابهة لجورجينا، وهي تحتفل بفوز النصر على الهلال في نهائي كأس موسم الرياض الودية، وذلك بطريقة مستوحاة من رونالدو، وذلك قبل بدء المباراة، وأكدت أن هذا الاحتفال سيصبح حقيقة في المباراة. وظهرت ريما في مقطع فيديو وهي تحتفل بنفس طريقة رونالدو في الملعب، وتتوقع نتيجة المباراة قائلة: ستسمعون هذا الصوت بعد المباراة بفوز النصر 10-0، وتذكروا كلامي. وقد ظهرت ريما في الفيديو وهي تقلد احتفال رونالدو بسعادة كبيرة وترتدي قميص النصر، حيث يتواجه الهلال أمام النصر على ملعب المملكة أرينا في نهائي كأس موسم الرياض. وتصدرت ريما العنزي مؤخراً محركات البحث وخاصة على تويتر بسبب تشابهها مع جورجينا رودريغيز زوجة رونالدو وحرصها على تقليدها لها. فعلى سبيل المثال، عندما أطلقت جورجينا عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وظهرت رودريغيز مع عائلتها وهي تمضي وقتا ممتعا في الصحراء السعودية، وقد تعمدت في تلك الإطلالة بالظهور باللباس السبور من خلال ارتدائها لبنطال جينز أزرق مع سترة زرقاء سماوية وحذاء رياضي أبيض. قامت ريما العنزي بالظهور بعد أيام بنفس الثياب مع اختلاف بسيط في لون السترة الذي ارتدته ريما باللون الأبيض، بينما اعتمدت تصفيفة الشعر نفسها وقامت بارتداء جينز باللون الأزرق مع حقيبة يد مشابهة لتلك التي حملتها جورجينا في صورها. ونشرت ريما عبر حسابها الخاص في سناب شات تفاصيل رحلتها نحو الصحراء لالتقاط تلك الصور، كما تركت للمتابعين تعليقات حماسية مثل الله حماس ومسافة الطريق. وسبق لريما العنزي أن تحدثت عن الشبه الكبير بينها وبين جورجينا قائلة عنه: بعض الناس قالوا عني توأم جورجينا ولم يتمكنوا من ملاحظة الفروق بيننا. كما أكدت سابقا مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريما العنزي أنها لن تقبل بالنجم البرتغالي رونالدو زوجا لها. جاء ذلك في بث لريما في حسابها عبر سناب شات حين سألها أحد المتابعين: لو خطبك رونالدو بتوافقين؟ صدق والله أسألك. وعبرت العنزي عن امتعاضها من السؤال حيث أجابت: أنا أتزوج كريستيانو، إيش دعوة صدق؟ وظهرت ريما العنزي أكثر من مرة مرتدية قميص النصر احتفالا بانتصارات العالمية في مشهد عكس حب العنزي للفريق الذي يلعب فيه رونالدو زوج شبيهتها جورجينا.